السيد مدير الفني لراس الخيمه الاماراتي وطبعا المدير الفني السابق للمنتخب المصري للشباب. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا محمد، اهلا بك. كل سنه وحضرتك طيب ودايما كده انت طيب مشرفنا في قناه ودايما الاهلي. كده طيبين وموسم طيب ان شاء الله. كابتن ضياء، كيف شاهدت لقاء مصر واوغندا بالامس؟ فوز كان صعب ولكن مهم بالنسبه لمسيره منتخب مصر. طبعا فوز مهم جدا، يعدل الاوضاع بشكل كبير جدا، حطينا على اول مجموعه، قربنا في الماتش الكونغو اللي جاي خطوه كبيره جدا للوصول لكاس العالم ان شاء الله. انا شايفه فوز مهم جدا، واعتقد كل الناس حاسه انه فوز مهم. طيب كابتن ضياء، حضرتك كنت في فتره من الفترات مدير يعني في الاداره الفنيه لمنتخب مصر، وحضرتك شاهدت الاحلال والتجديد اللي كان موجود في الفتره بتاعت بوب برادلي، وعلى الرغم من كده استطعتوا ان انتوا توصلوا لمراحل بعيده في التصفيات، ولكن ما كانتش الفرصه زي ما هي موجوده الان. هل حضرتك شايف ان الحل الامثل لمشاكل المنتخب المصري هو اقصاء كوبر؟ لا طبعا، مهم جدا وانت بتاخد قرار خصوصا في العمليه التدريبيه، مهم جدا انك تختار التوقيت. نعم، توقيت مهم جدا في القرارات اللي هي خصوصا في تغيير الاداره الفنيه، لان تغيير الاداره الفنيه مش بالساهل، بتغير حاجات كتيره جدا، افكار، وبتتعامل مع لعيبه، ما بتغيرش مدرب تاني، بتتعامل مع لعيب واحد. نعم، بتتعامل مع ظروف وظروف التصفيات و و و الى الان كوبر ماشي بشكل منتظم بشكل كويس، في اعتراضات على الاداء، في خوف من انه مش دايما تبقى بتلعب وحش وتكسب، او ما بتستمتعش الجماهير بتستمتع او النقاد او اي حد. لكن انا بشوف ان كوبر لازم يكمل مشواره، لازم هيحقق ان شاء الله، يعني هو نسبه تحقيق والهدف كبيره جدا. اللغط ده مش مطلوب، واللغط على فكره بيطلع المسؤولين وبيلوموا الجمهور، وانا مش موضوع الجمهور ولا السوشيال ميديا، هو احيانا كمان بعض المسؤولين عن كوبر داخل الاتحاد بيطلعوا ينقضوا. نعم، فالعمليه لازم يبقى لها تنظيمه احسن اكتر من كده. الاتحاد مكتمل، الاتحاد فيه قامات بتفهم في الكوره، لازم تكون فيه اداره فنيه بتقعد وتتكلم مع الراجل وتناقش في الاناليسيس بتاع الماتشات، في الاناليسيس بتاع اداء الراجل، حاجه راقيه يعني او حاجه متقدمه. لكن كل الحكايه عشان الجمهور مش عاجبه او الناس مش عاجبها، وهو فعلا الاداء سيء، يعني الاداء مش كويس، لكن النتائج كويسه وفي صالح الجو والاتموسفير اللي انا بتوقعه في الفتره دي مش كويس. نعم، لانه انت ماشي كويس وفاضل لك خطوتين او خطوه ان امكن، يعني ان شاء الله يعني. فلازم ان شاء الله باذن الله لازم كوبر يكمل، لازم كوبر يكمل بفلسفته اللي بيكسب بيها، لازم وممكن ما يكسبش بيها، دي كره قدم. لكن في النهايه الصخب ده جو مش كويس. طيب حضرتك يعني في ظل برضو بعض الفرص اللي كانت اتيحت للمنتخب ولم تسجل او لم تترجم لاهداف، هل كانت هتبقى نفس النغمه؟ يعني وكان وارد جدا ان منتخب مصر امبارح يكسب 3 4 من الفرص اللي جت، فرص كتير صراحه، على الرغم من ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب، ولكن كنت حضرتك شايف ان هيبقى نفس الانتقاد بنفس هذه المنهجيه؟ هيبقى في انتقاد، بس مش هيبقى بنفس الحد، يعني هي درجات حسب النتيجه، حسب الهدف غير الهدفين غير الثلاث. نعم، فهي الانتقاد هيبقى موجود، لان الانتقاد موجود من قبل، والانتقاد موجود وشرعي ومحسوس وكلنا شايفينه بشكل كبير جدا، لكن هي معالجه الامور هي اللي سايبه. نعم، وده لازم يتصدر من داخل الاتحاد قبل الجمهور، ما يسيبوش يعني انت حضرتك شايف نعم حضرتك شايف ان هو يقفلوا على المنتخب من الانتقادات لا غير التقفيل، لازم تبقى في معالجات فنيه ومعالجات اداريه. نعم،
انا بشوف احسن من كده، لان انا بشوف انه هو كل واحد خاص بنفسه جوه الاتحاد، هم مش غير مجتمعيه. يعني النهارده انا قريت تصريح للدكتور كرم بيقول ان في ناس جوه الاتحاد من الاعضاء عايزاها تمشي كوبا دلوقتي. يعني تخيل لما يطلع حد مسؤول في الاتحاد يقول الكلام ده، لكن تصريح خطير، يعني تصريح خطير وتصريح حتى لو في انقسام ما يتقالش لا يصح. نعم، فانت ما تلومش على الجمهور بقى، انت عايز تحمي الراجل ولا مش عايز تحميه؟ انت ما تلومش الجمهور، على الاقل الجمهور موضوع انه ينقد او موضوع انه يقول رايه ده مشاعره وحقه، انت واخد بالك؟ لكن في النهايه انا بشوف ان اداره الحمايه لجهاز كوبر بالشكل الاداري والفني دي مهمه جدا، لان الفني دي هتوضح حاجات كثيره جدا. الراجل اللي بيتكلم في المؤتمر امبارح وصلت انه قال انا ما عنديش مشكله ان انا امشي، مشوني، انت فاهم؟ هو حاسس بالضغط يا فندم. لا هو ده واحد كسبان، واحد كسبان، هو حاسس بالضغط، عنده 9 نقاط واكيد بيوصل له، واكيد بيوصل له. لا طبعا اكيد بيوصل، ما ده حقيقي، كل حاجه بتوصل. اذا حضرتك بتتكلم بالنبره الاحترافيه ان تكون هناك معالجه فنيه من قبل اتحاد الكره، من قبل الفنيين والاداريه، والاداريه نعم الفنيه، نعم، ومهمه جدا تدار الامور باحترافيه اكتر من كده، لان الناس اللي موجوده جوه الاتحاد ناس تقيله على المستوى الفردي ده اكيد، لكن جوه الاتحاد مش عارف ليه اول ما بيدخلوا المبنى بتبقى قمه الهوايه. يعني انت حضرتك تنادي الى التنظيم في معالجه الامور من قبل المسؤولين، من قبل الاتحاد الكره طبعا، التنظيم والهدوء ما سيبهاش للوقت. احنا دايما تسيب مثلا في هجوم، اسيبه بعد اسبوع هيقل، بعد اسبوعين هيقل، لحد ما يجي الماتش الجاي هنبتدي بقى نغير. لا ما تسيبش الامور للوقت، لازم تعالج الامور يومي وبشكل كبير جدا، ومهم جدا ان الجهاز يشعر بالهدوء. نعم، لانه في انعكاس على الجهاز وعلى اللعيبه نفسها كمان. نعم، انه دي سوري يعني بتبقى فوضى. نعم، عايزين نعم نروح كاس العالم. نعم بالتاكيد. طب كابتن ضياء، حضرتك من المديرين الفنيين طبعا ما شاء الله الاكفاء وخبرات دوليه كبيره، ماذا تفعل لو كنت مكان كوبر في لقاء الكونغو وفي ظل هذا الضغط؟ هتهيئ الفرقه ازاي؟ وهل هيكون من داخلك في تغييرات فنيه ممكن تعملها قبل لقاء الكونغو؟ هو كوبر ستايل واحد، اسلوبه واحد. نعم. ولما حب يغير في المباراه دي غير واحد يعني في الاصل. نعم. تغيير ما يبقاش في الافراد. هو غير شخصين، رمضان صبحي وعمرو جمال. الناس بتطالب بتغيير في الافراد والمطلوب تغيير في التفكير، تغيير في التكتيك نفسه، لكن هو الراجل مقتنع بالاسلوب ده ومقتنع ان الاسلوب ده هو اللي ماشي بيه وعنده قناعه كبيره بشكل. انا بقى مش مقتنع، حضرتك مش مقتنع، الجمهور مش مقتنع. بعد كده بقى تبقى تقيمه فنيا، وتشوف بعد ما تخلص التصفيات ان شاء الله نوصل. بعد كده ما تخلص بقى تقعد بهدوء، عندك وقت كبير جدا اكتر من سنه. نعم، تتكلم، تغير، تقعد، تعمل. لكن هو لا مش هيغير. فاي حد هتساله يا السيد او اي حد من المدربين الافاضل هيقعد يقول لك يلعب فلان ويلعب بالطريقه كذا، كل ده في الهواء. نعم نعم، هو نعم. المسؤول. كلام جميل جدا. هو موجود على راس الجهاز. نعم، اللي هو مش كلام جميل وياتي احترافيا. يعني كابتن ضياء، الاهلي على اعتاب بدايه الدوري، لقاء الاول امام طلائع الجيش، وطلائع الجيش عملت صفقات ومن الفرق اللي بتطور من نفسها، والنادي الاهلي بدا الدوري في الموسم الماضي، طبعا هو بطل الموسم الماضي قبل انتهائه باربع اسابيع دون هزيمه. اهلي عمل صفقات كانت مهمه في بعض المراكز، شايف بدايه الدوري ازاي في الفتره المقبله مع الكابتن حسام البدري؟ كابتن ضياء، والله انا شايف ان الاهلي الفتره اللي فاتت قافل على نفسه بشكل كويس، وشغالين باحترافيه وبهدوء، وحتى تخليص الصفقات اللي عملها خلصها في هدوء بدون صخب، والامور ماشيه بشكل كويس. وقبل انا من اي حاجه، حسام عارف ده والجهاز كله في احترافيه شغالين بشكل كويس، وعارف ان البدايات مهمه جدا، واكيد ده واصل للعيبه.
انت بطل وان شاء الله تبقى بطل تاني. انا شايف ان الهدوء ده كويس، حاله الاستقرار اللي موجوده كويسه جدا، ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله البدايه هتكون كويسه باذن الله. طيب رايك في الصفقات اللي جابها النادي الاهلي؟ وليد ازارو، هشام محمد، اللاعب ايضا في انباء اللاعب عبد الله الشامي المدافع السوري، اسلام محارب، صفقات النادي الاهلي، هل حضرتك شايفها في ما يحتاجه النادي الاهلي ولا مجرد صفقات من اجل الترويج؟ اعتقد ان حسام لما جه في المره اللي فاتت كان جاي على حاجات لقاها يعني موجوده، كان اللي قبليه جابها. نعم. لكن هو اختار الصفقات دي بعنايه واختارها عارف احتياجاته ايه. طالما المدير الفني اختار الصفقات ده شيء جيد جدا. نعم. على انه عارف احتياجاته وجاب احتياجاته، فطبعا على طول احنا بنعضده وبنعرف انه اختار عن درايه في احتياجاته بشكل كبير جدا. وكل الاسامي اللي انت قلتها طبعا انا ما اعرفش اللاعب السوري. نعم. لكن طالما اختاروه حسام اختاره يبقى اكيد لعيب جيد. نعم. اتمنى لهم التوفيق. هو بيلعب اساسي مع منتخب سوريا، وحتى منتخب سوريا وصل للملحق في تصفيات كاس العالم. اتمنى انه طبعا ان شاء الله يبقى اضافه بشكل كبير جدا، لكن كل الصفقات الاهلي الان مبشره بشكل كويس. المهم ازاي يخش جوه المنظومه والتكتل الاهلاوي، لانها مش بالساهل الامور، عشان نخش جوه مجموعه النادي الاهلي محتاجه جهد وتركيز كبير. واحنا لعيبتنا معروفه جوه النادي الاهلي دايما بتساعد اي حد جديد جاي، دايما بيتعامل معامله كويسه، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كابتن ضياء السيد المدير الفني لراس الخيمه الاماراتي، طبعا بنتمنى لحضرتك التوفيق في يعني الفتره اللي جايه، عندك برضو مهمه مش سهله مع راس الخيمه، اتمنى لك كل التوفيق واشكر حضرتك شكرا جزيلا.